السلام عليكم، معكم حمزة العيادي، رئيس ديال التعاونية ديال الألوي بيبن. تشتغل في مجال زراعة ديال الألويفيرا واستخلاص مواد جميل طبيعية من الألويفيرا. تنشكروا الجهات فاس مكناس على هذه الفرصة اللي تحت لنا باش نشاركوا في هذا المعرض وباش نقدروا نبرزوا المنتوجات ديالنا. بالنسبة للإقبال، الحمد لله هذا النهار كان إقبال، كانوا الناس والحمد لله كل شيء داز مزيان. بالنسبة للمنتوجات اللي عندنا، عندنا الألويفيرا اللي هي كوم دي ترونش ولا دي كريم اللي هما اباز دالويفيرا اي اغون اي باز دي تونسيون اكتيف اللي هما ناتوريل اي دي زونتي اوكسيدون اللي هما ناتوريل. حنا تنخدمو بدي زانغريديون اللي هما دي اربال اكستراكت اللي هما مستخرجين من النباتات واكثريه لي غراد اللي هو فارماسيوتيك، ما تنخدموش لي غراد اندستريال. بالنسبه كاين بحال هذه النبته ديال الألويفيرا اللي حنايا جبناها من المكسيك، اللي هي واحد النوع اللي هو في المغرب ما يمكلوش ينوض سوفاج، وعنده واحد خصو واحد البيئه اللي هي سبيسيال، واحد الجو اللي يكون سبيسيال باش تنوض، وعندها بزاف ديال المنافع لا خارجيه ولا داخليه. بالنسبه للمنافع الخارجيه، بالنسبه لليطاش لاكدي، بالنسبه للسيرن، عندها بزاف ديال المنافع. وبالنسبه اللي هي داخليه، تياكلوها الناس صحاب السكر، حيت هي تتقاد السكر بالنسبه للناس اللي عندهم المعده، بالنسبه للناس اللي هي راه تيعيطوا لها النبته المعجزه.